واحد كان أخذ الطريقة النقشبندية ثم صار يقول أنا أعمل كل يوم ذكر في قلبي 5000 مرة، ثم نزلت عليه المصائب والبلايا هذا الشخص، وكان جاهلا ما تعلم أحكام الدين. ثم التقى بشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله فقال له أنا نزلت علي مصائب وبلايا لأنني تركت الذكر. فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله أنت ما تركت شيئا من الفرائض؟ التزمت أداء كل الفرائض؟ قال له لا، أحيانا لا أصلي. قال له قد تنزل عليك البلايا والمصائب لأنك تركت الصلاة، ليس لأنك تركت الذكر. الذكر الطريقة ليس واجبا، ليس فرضا. ما الذي أدى به إلى هذا الظن؟ الجهل. الجهل أدى به إلى هذا الظن، الجهل. كثير من أهل بلادنا وأظنكم تعرفون هذا، يحصل لهم مصيبة في أنفسهم أو في مالهم أو في أولادهم، فماذا يقولون؟ يمكن علينا نذر ما وفيناه، لذلك تنزل بنا هذه المصائب. يكون جاهلا بعلم الدين، يكون مقصرا في الصلوات، يكون مقصرا في الفرائض في الواجبات، فيقول يمكن أنا نذرت نذرا ولم أوفه، لذلك تنزل علي هذه البلايا والمصائب. المسلم الذي هو من أهل المعصية الله تعالى يبتليه لتكون هذه البلايا سببا لتكفير خطاياه، سببا لتكفير المعاصي التي هو فعلها. فلينظر الشخص في حال نفسه، في أي فرض قصرت، في أي واجب قصرت، أي واجب من الواجبات أنا ما فعلته، لينظر إلى هذا، ليس لأنه ترك نافلة من النوافل.